معايا رشة فانيليا وكوباية سكر وكوباية زيت وكوباية المفروض كوباية 2.5 دقيق ورشة ملح وخل ونص معلقة بيكنج باودر ومعلقتين كبار او 3 ينسون، واليانسون معانا هيكون مجروق يعني هيكون زي ما هو خشن كده مش هنعمل فيه حاجة. نسمي كده اللي وننزل بالبيضات ونعملهم نكسرهم كده الاول في طبق عشان لو لا قدر الله في بيضة مكسورة في بيضة مش سليمة او حاجة كده. اهو عايزة اقول لكم الكيكة دي من الكيكات الحلوة قوي. هو المفروض اكسر بيضة بيضة وبعدين اوديها في الطبق وكده اهو، بس انا قلت يعني ايه يا جماعة ان شاء الله سليم. امسح ايدي بس كده مكان البيض وبعدين نجيب الخلاط بتاعنا وننزل فيه كل المكونات في الخلاط. كانوا زمان يا حبايبي والله العظيم يجيبوا الزبدة مع السكر ويقعدوا بايديهم يعملوا كده كانهم مضرب لحد ما الزبده والسكر يعملوا فوم كده مرغي علشان ما كانش فيه مضارب. تمام. هنا نزلت بالبيض وهنزل بالسكر، والوصفه دي ما فيهاش لبن لان احنا هنعمله بسكوت ناشف بيتشرب بيه الشاي وهنحمصه بعدها تاني. تمام. وهنزل كمان بالفانيليا، ده البيكنج باودر، ده الفانيليا اهي، و ده ايه مش عارفه بس هننزل بيه والخل نقطه صغيره خل، دي رشه الملح نقطه صغيره خل كده، وناخد الخلاط ونبتدي نضرب الكيكه كده اهو. وعايزه اقول لكم واحنا بنضرب الكيكه هننزل بكوبايه الزيت سرسوب واحده واحده. تمام. ونسمي كده اللي بسم الله. ضربناه لحد ما السكر داب كويس قوي معانا، ومعانا ام حمزه ونقول الو يا ام حمزه. وهنزل بقى كده، اهلا بيكي يا ام حمزه. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا حبيبتي. منين يا ام حمزه؟ اسكندريه. يا اهلا بيكي وباهل اسكندريه كلهم. اهلا بحضرتك. انت النهارده معانا مثل بيقول اللي مالوش غرض يعجن يقعد 6 ايام ينخل، عارفه المثل ده؟ لا امبارح. دايما اجيب لكم امثال نادره. انا خليكي معايا كده بس ايه، انا نزلت بالدقيق وعليه البيكنج باودر يا جماعه، وبعد كده 3 معالق كبيره من اليانسون زي ما هو كده تكوني منقياه. تمام. وبعدين هقلب المكونات الجافه وانزل بالخليط معاكي يا حبيبتي. عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله. اول مره تسمعي المثل ده؟ اول مره. طب انت ايه رايك كده اول ما سمعتيه، ايه اللي ملوش غرض يعجن يقعد 6 ايام ينخل، استنتجتي ايه من المثل؟ لا مش عارفه. يعني اللي ما عندوش نيه يعمل حاجه بيماطل فيها، مش عايز يعمل بيقعد يضيع وقت. ايوه لانه ملوش غرض. عارفه لو الواحد ليه رغبه للحاجه مش هيستنى حد يقول له، هتلاقي من نفسه كده ايه حابب الحاجه وقايم يعملها. ايوه صح كده. صح. ده مثلنا النهارده. تعرفي كيكه اليانسون؟ كيكه اليانسون لا مش قبل كده. شوفيها بقى تابعيها، عايزه اقول لك جميله وطعم اليانسون فيها حكايه. شكرا يا حبيبتي ومستنينك تكلمينا تاني. وهبتدي بقى كده، نزلت بالخليط على الدقيق وبعد ما قلبت المكونات الجافه كلها، وهبتدي ان انا اقلب كده. واللي عايزه اقول لكم الكيكه دي بيكون قوامها اتقل من الكيكات العاديه. تمام. بالشكل ده كده. يا دي غوايش اللي مغلبيني، ابيعهم يا اولاد ابيعهم وارتاح منهم.
عمالين يشخللوا 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 كده اهو، ونقلب نقلب نقلب. بصوا دي بقى بتدخل على فرن درجة حرارة 180 فوق وتحت، بتاخد لها حوالي تلت ساعة، وطبعا بتختبريها قبل ما بتطلعيها، وبيكون قوامها تقيل عن الكيكات التانية، لان هي هتبقى قريبة كده للفايش او قريبة للحاجات القراقيش اللي بنفطر بيها الصبح. المضرب ده هو يا ولاد مايس، والله العظيم عايز اضرب بايدي. شوف كده مضرب يكون ابن ناس كده وماسك حيله اهو، ده ابن ناس ده عمال يروح ويجي معايا كده اهو. تعالى يا اخوي النبي، ده انت مايع ميعت السنين كده اهو. ايوه ايوه كده ايوه كده تمام. ونقلب ونقلب، الحلو ما بيكملش. اللي بيقلب ايده بتطلع، واللي ايده ما بتطلعش ميز ما بيقلبش. يلا يا ولادي، الدنيا ما بتديش الواحد كل حاجه كده اهو. المهم كده اهو تقيل كده اهو زي ما هو. وهنجيب صينيه تكون مربعه علشان نعمله صوابع، عشان ما تلخبطش واحط خل، ما بقيت واعيه، وانزل بزيت تمام بالشكل ده كده، واجيب سباتولا عشان ابطن الصينيه. حلو، قولوا لي حلو يا امونه، ما تعمليش غير كل حاجه حلوه كده اهو. يا حلاوه يا حلاوه، اللي مالوش غرض يعجن يقعد ست ايام ينخل. النبي يا اولاد اهل زمان ده هم كانوا بيقولوا حكم، والله انا مضاربكو المضارب بتاعتكو دي يا اولاد يعني عايزه تدخل التاريخ بصراحه. المهم ننزل بدي كده اهو. بصوا الكيكه دي عايزه الايد يا جماعه كده اهو، بسم الله كده اهو. شايفين ايه؟ مفيش احلى من الايد. قلت لكم الحركات بتاعت الناس الزواد دي يا اولاد، لا بايدك كده وتنجزي نفسك يا اختي كده اهو. وده هو برده كده اهو، لانه بجيب مضارب معايا وانا جاي. انزل يا حبيبي، انزل يا سمسم. يا مسهل يا رب بخاطرك. وناخد شويه زيت كده اهو يا اولاد، ونبتدي بقى ايه نفرد البسكوت كده اهو. ولازم الزيت عشان تعرفي تفردي، لان زي ما احنا اتفقنا هي تقيله شويه. والنبي يا اولاد انا مستخسره الشويه اللي موجودين في المضرب ده اهو، مش عارفه انزلهم تبت فيهم. تقولوش ما صدق، عجبك طعمها كده اهو.